عاد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا ليشغل من جديد مساحة كبيرة مما تتناقله وسائل الإعلام، فقد أثارت تصريحات صادرة عن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن توتراً مع روسيا بعد وصفه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل، والسبب بحسب بايدن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب، محذراً بوتين من عواقب وخيمة. تصريحات بايدن قابلتها تصريحات لرئيس مجلس الدوما الروسي فيتسيسلاف فولدين اعتبر فيها ما جاء به بايدن إهانة للشعب الروسي بأكمله وليس للرئيس الروسي فقط. هذا التوتر تزامن مع نية واشنطن بحسب مصادر أمريكية فرض عقوبات على روسيا الأسبوع المقبل كرد على تدخلها المفترض في الانتخابات الأخيرة، كما تزامن مع إعلان وزارتي الأمن الداخلي والعدل الأمريكيتين في تقرير مشترك أن حملات روسية وإيرانية وصينية واسعة النطاق استهدفت قطاعات بنى تحتية أساسية أثرت على أمن شبكات عدة كانت تتولى إدارة بعض المهام الانتخابية، ما اعتبره مراقبون خطوة متقدمة في إطار التصعيد الأمريكي ضد روسيا. وذكر التقرير الاستخباراتي تصاعداً في هجمات إيران السبرانية ومحاولاتها التأثير على مجرى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتابع التقرير أن إيران ركزت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على ما تعتقد أنها نقاط ضعف أمريكية مثل الرد على كورونا والركود الاقتصادي والاضطرابات المدنية. في ردود الأفعال الروسية وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف ما جاء في تقرير المخابرات الأمريكية حول تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالحشو الإعلامي غير المدعوم بالأدلة، مشددا على أن محتوى التقرير مصمم لاستنتاجات موضوعة مسبقا. بدوره قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا ستتخذ جميع الخطوات اللازمة ضد احتمالات ومخاطر فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة عليها، مشدداً على أن التقرير الأمريكي لا أساس له على الإطلاق.